السلام عليكم. مرحبا. كما في عينكم مؤخرا او يوم الاربعاء تحدث المغرب الاول من او من القائمه الرماديه لغسيل الاموال وتمويلها، كيفاش كتنظم هذا الحدث؟ على اين هو هذا الحدث ديال يعني ان المغرب يغادر اللائحه الرماديه اللي كان متوقع فيها ومن طرف المفوضه الاوروبيه بعد واحد ثلاثه الاشهر تقريبا ان نفس العمليه درتها مجموعه العمل الوطني جمعت العمل المالي غافي وغافي هذه كتتبع يعني هذا كما قلتي في السؤال ديالك الاموال وخاصة الأموال اللي كيتم الغسيل ديالها والأموال اللي كتمول بها الإرهاب، فهو يعني هذا واحد النقطة حسنة باسم المغرب، لأنه خصك تعرف أن في التعامل مع المنظمات الدولية اللي كتمول والأبناك الدولية لا بد خص واحد العديد ديال المؤشرات، من المؤشرات اللي خصك باش تكون عندك واحد السهولة في التعاطي والتعامل مع هذه المؤسسات المالية الدولية ما خصش تكون يعني أنك ضمن اللائحة الرمادية، سواء اللائحة الرمادية ديال مجموعة العمل المالي الدولي او مجموعه العمل الدولي يعني المالي او لا في المفوضه الاوروبيه. واحد في البارومتر مثلا ديال مؤسسات الائتمان اللي كتشدك وهي اللي كتصنفك، وهذاك التصنيف هو اللي كيعطيك يعني التموقع ديالك في التفاوض ولا في طلب تمويل من المؤسسات الماليه الدوليه، فضلا على انه عنده واحد التاثير اخر اللي هو المستثمر في جذب الاستثمارات. جذب الاستثمارات في المستثمر الاجنبي من اللي كيبغي يجي عندك لابد وانه كيرجع المرجعيه ديالو هي ديك المؤشرات ودوك البارومتر ديال المؤسسات اللي هي مؤسسات الائتمان اللي كتديرك. ثانيا كيشوفك واش انت في اللائحه ولا ماشي في اللائحه، فهذا من شانه باش ينعش الاستثمارات داخل المغرب. من شانه ايضا في التسويق، ولو ان ندوزو من الجانب المالي ندوزو للجانب السياسي، فهو كيسوق الصوره ديال المغرب الصوره ناصعه، خاصه ان المغرب الان عنده واحد موقع دولي محترم فيما يخص تصدي الارهاب. اذا تصدي الارهاب ما فيش غير تصدي العمليات، وانما ايضا تصدي المنبع ديال ديك العمليات اللي هي الاموال، وهذا الغسيل ديال الاموال يعني انه الغسيل ديال الاموال دائما مرتبط بالجريمه والجريمه المنظمه والجريمه الدوليه، وبالنسبه ايضا مرتبط بالعمليات الارهابيه. ولهذا المغرب راه بدل واحد المجهود كبير لو مجهود كبير لا على مستوى يعني المركز المالي اللي عنده هنا في الدار البيضاء اللي هو كانت خاص واحد العديد ديال الاصلاحات قام بها، هي اللي خلات مجموعه العمل الدولي ايضا يعني خلات انه يحيد للمفوضه الاوروبيه باش يحيد من اللائحه الرماديه، وهي الشروط باش تحيد من اللائحه الرماديه راه الشروط اللي هي مشدده. بالتالي راه المغرب بدل واحد المجهود كبير، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.